من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحنا مهم جدا ان احنا نرصد الجانب المهم جدا في حياه لاعب الكوره. حاج عبد المنعم انا عشت معاه حاجات كتير جدا اثناء وجود محمد عبد المنعم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ده الجيش اللي يعني كان الظهر والحمى الكبير جدا لمحمد عبد المنعم. خلينا رحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي. احنا بينا حكايات كتير لكن خلينا ابارك لك النهارده على درع الدوري وعلى اداء محمد عبد المنعم. اعتقد موسم غالي جدا بالنسبه لك وبالنسبه لمحمد عبد المنعم. طبعا الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله على كل النعم اللي ربنا بينعم علينا بيها دي. واحنا اولا قبل اي حاجه بنبارك طبعا لمجلس الاداره وبنبارك للجهاز الفني وبنبارك للعيبه وبنبارك للجهاز الطبي كمان اللي هم بيبذلوا مجهود جبار مع اللعيبه. واحنا سعداء جدا ومبسوطين جدا من الفوز العظيم اللي بدون هزيمه وده فضل من ربنا طبعا وبمجهودات الناس دي كلها. عايز اروح لست الكل واتخضيتي على محمد. انا عارف انا حاولت اطمنك في التليفون لان محمد انا عارف موضوع الاصابه بتاعت الانف دي. طمنتي دلوقتي والدنيا هديت شويه؟ لله نحمد ربنا يا حبيبي نشكر فضله ربنا يخليكوا دايما كده الاهلي في تقدم دايما يا رب الدوري والكاس وافريقيا وكل البطولات يحوز على الاهلي يا رب. شايفه حاله الحب اللي عند جماهير النادي الاهلي محمد عبد المنعم ازاي؟ وانا عارف ان محمد بر جدا بوالده ووالدته. الحمد لله ده فضل من عند ربنا والحمد لله كل الناس بتحبه والله علشان هو ولد مؤدب ومحترم وخلوق وقرب بينا وبكل اللي حواليه والله الحمد لله. عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا. وقت كتير جدا لمحمد كان بيبقى قاعد في استراحه الناشئين في النادي الاهلي كنت انا موجود معاه واوقات كتير جدا بكون موجود في ماتشات الناشئين. محمد كان بيجمع اللعيبه دايما على صلاه الفجر والصلوات وبيحافظ عليها فاعتقد دي نقطه مهمه جدا كان لازم اقولها النهارده. الحمد لله وهو برده في البيت كده بيصلي الفجر حاضر والحمد لله ديت حاجه من عند ربنا ديت فضل من عند ربنا نشكر ربنا ونطلب فضله الحمد لله. سيد طبعا بقى بص سيد عشان سيد صعب من زمان. سيد دايما محمد وكنت بتكلم على محمد من نشأته في قطاع الناشئين في النادي الاهلي اعتزازه بوالده ووالدته ودور مهم جدا وبره بوالده ووالدته يا سيد. طبعا والله محمد انسان على خلق عالي وانسان عارف ربنا ودي بنحمد ربنا عليها. طبعا محمد انسان متربي والحج والحجه طبعا دول البركه والخير كله. طبعا سيد الحج يعني اتخضت شويه على محمد من موضوع الاصابه لكن احنا حاولنا ان احنا نطمنها. اعتقد طبعا الحاجه انت عارف اللحظات دي بتبقى لحظات صعبه شويه. صعبه هي بتبقى لحظات صعبه شويه وبما ان الحاجه موجوده في الملعب طبعا وشافت الوضع فهي قلقت شويه بس الحمد لله يعني اطمننا يعني والحمد لله. شكرا يا سيد وبشكركم ومليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم ان احنا بنرصد الجانب المهم جدا في حياه لاعب الكوره الوالد الوالده الاسره ليهم دور كبير جدا هم شركاء في هذا النجاح. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.